أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، وهذه الحلقة من برنامج في رحاب الجامعة والتي نقدمها لكم من داخل كلية التربية الرياضية. هذا اللقاء مع الدكتور هاني طلبة رئيس قسم الألعاب الجامعية. أهلا وسهلا بك دكتور. النشر بحضرتك، الله يخليك، شرفتونا. الله يعزك. يمكن كلية التربية الرياضية من الكليات المتميزة بجامعة أسوان، وتشهد العديد من الفعاليات، وأيضا هي تعتبر مصنع لتفريخ الأبطال في مختلف الألعاب. لو تكلم حضرتك عن قسم الألعاب الجامعية داخل كلية التربية الرياضية. والله هو قسم الألعاب الجماعية الحمد لله بيضم عندي هنا يعني جزء من أعضاء التدريس ليهم قام وقامات. عندنا دكتور رفعت عبد اللطيف، ده مدرب في الممتاز، دكتور هنا طلبة اللي هو العبد الله مدرب وممسك في لجنة المدربين الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة السلة. فهتلاقي ان احنا عندنا الباع عملي ونظري الحمد لله ربنا، هتلاقي قسمين موجودين. زائد ان انا حتى يعني الناس اللي طلع عندي معيدين مدرسين مساعدين كانوا لاعبين، بدأوا دلوقتي ان هم واخدين الناحية الأكاديمية. فالحمد لله الطالب بيدخل عندنا بيبقى معاه كادر أكاديمي عالي جدا، بحيث ان هو بيعرف يؤهل الطالب لينا ان يطلع فعلا ان شاء الله يا اما مدرس تربية رياضية متميز يا اما مدرب متميز. اي نوع من انواع الخريجين بالنسبة لكلية التربية الرياضية هتلاقي حضرتك ان احنا طلابنا متميزين جدا، لان الحمد لله عندنا صف على اعلى مستوى. زائد الحمد لله بنستخدم يعتبر احدث الطرق في التدريس في التعليم في التدريب مع الاولاد بتاعتنا، بنديهم الناحيه العمليه الناحيه النظريه التطبيقيه. وفعلا يمكن اسوان فيها حاجه مهمه جدا، ان عندنا الاولاد او البنات اللي بيدخلوا عندنا تحس ان هم عندهم الشغف بالنسبه للحركه، فعلا عندهم عايزين يعملوا حاجه. هتلاقي عندنا دلوقتي حاليا الحمد لله يعني اقول ايه، في السباحه في القدم في السله في التدريبات في اغلب الانديه اللي ماسكين بيكونوا مخرجين تربيه رياضيه، وده بيكون لنا شرف طبعا. ليهم باع طويل بعد كده وباع كبير في انهم يشتركوا في مختلف المسابقات القوميه والدوليه الرياضيه. هو حضرتك ده برضو بيبقى من خلال ان احنا الحمد لله بنحاول ان احنا نخلي فيه صله بيننا وبين الاتحادات الرياضيه سواء على كافه الالعاب. يعني عملنا كذا دوره تدريبيه للطلاب بتاعتنا تبع الاتحاد المصري لكره اليد، وده طبعا من اكبر الاتحادات في مصر كلها. عملنا كذا دوره تدريبيه وتحكيميه في كره الطايره، عملنا في كره السله مع الاتحادات. فاحنا بنحاول ان احنا ناهل الطلبه بتاعتنا لسوق العمل
عن طريق ان احنا بنوصلهم بالاتحادات الخاصه بالالعاب بتاعتهم، بحيث ان لما يطلعوا ان شاء الله كمدربين او اداريين يكونوا متميزين في المجال بتاعهم. لو تكلمنا ايضا عن الكليه التربيه، طبعا النهارده بنشهد اعمال الاختبار القدرات للقبول بالكليه، تكلمنا عن فعاليات هذه الاختبارات والنواحي التنظيميه لها. والله هو يعني الحمد لله رب العالمين الكليه بسم الله ما شاء الله عليها في الناحيه التنظيميه بالذات، يعني هتلاقي في لجنه الاستقبال عندنا بيستقبل الطلبه، في لجنه التوعيه بتاعتها ومعاهم وكيل الكليه الدكتور وليد ربنا يديله الصحه، بيديهم ايه الخطوات اللي بيمشوا بيها، بيكون مع كل مجموعه معاون عضو هيئه تدريس معيد او مدرس مساعد، بحيث ان بيكون معاهم في كل خطوه هم بيعوزوها، اي حاجه بيعوزها الطالب في تحركاته سواء من ناحيه البدني المهاري كل الاختبارات اللي بيجتازها بيكون في زي موجز بيدهولهم في البدايه، ومعاهم واحد بيتحرك معاهم في كل حته بالنسبه للاختبارات. لازم طبعا الاختبارات بتاعتنا بتكون ان احنا بنشوف الطالب بتاعنا هل هو مؤهل طبيا فبيدخل على الكشف الطبي، بعد كده هل هو مؤهل بدنيا فبنشوف اذا كان الجري بتاعه او بعض عناصر اللياقه البدنيه اللي احنا بنختبرها. بالنسبه للمهاره اذا كان بيمتلك اي لعبه او مؤهلاته انه ممكن يكون كويس في لعبه معينه فبنختبر هل الولد ده التست بتاعه هل هو كويس او ممكن يكون كويس ان شاء الله في المستقبل فيها. فبتلاقي ان احنا اختباراتنا شبه شامله، بحيث ان شاء الله الطالب بتاعنا لما يكون معانا باذن الله يكون مستعد للمجهود اللي هو داخل عليه معانا باذن الله. لو اتكلمنا اهم الارشادات بالنسبه للطلاب اللي التحقوا باختبار القدرات او فيما بعد هيلتحقوا بكليه التربيه الرياضيه، ايه اهم الارشادات والمعايير اللي لابد ان يعني يتبعوها لكي يجتازوا هذه الاختبارات؟ والله اقول لحضرتك على حاجه، هو طول ما هو اجتاز الاختبارات ودخل معانا باذن الله ان شاء الله كطالب في التربيه الرياضيه، احنا رقم واحد في التربيه الرياضيه التزام الحضور. من خلال الحضور احنا بنقدر ان احنا نديله المعلومات اللي هو ان شاء الله يكون فيها من الناحيه الاكاديميه يكون عالي بالنسبه لكل الرياضات، يعني اول الطالب ما بيدخل عندنا احنا بنديله التاسيس في كل الالعاب، بيعدي على كل الالعاب بحيث ان يعرف ايه القوانين بتاعتها، ايه بعض المهارات الاساسيه، بحيث ان الولد لما يجي بعد كده ان شاء الله يتخصص في سنه رابعه او في سنه ثالثه يكون فاهم ايه الالعاب اللي مر عليها حتى لو ما عندوش خبره رياضيه قبل كده، فيبقى داخل وهو عنده استعداد للتخصص اللي هو داخل فيه، سواء تخصص فردي او تخصص جماعي. فدي بتبقى حاجه مهمه عندنا ان احنا بنمرره على كل الالعاب، وزي ما قلت لحضرتك احنا بقى مش قسم العاب بس في الكليه، احنا من اغلب يعني انا بتحدى دايما اللي بقول ان كليه التربيه الرياضيه اسوان، ودي مش عشان كليتي بس بجد، ان احنا عندنا احسن كوادر عمليه، بمعنى ان احنا عندنا دكتوره شيرين دي بطله عرب وكانت اساس اللعيبه في النادي الاهلي، وحاليا دلوقتي هي عضو تدريس معانا. معانا دكتور محمد عبد الغني ده اساسا مدرب منتخب مصر في الجمباز وفي نادي سموحه. معانا دكتور سامح ربنا يديله الصحه مدرب منتخب مصر سلاح. فاحنا عندنا كوادر هنا عمليه بالنسبه لاعضاء التدريس ومن الناحيه العلميه بسم الله ما شاء الله قامات مش هتلاقيها في كليه التربيه الرياضيه تاني.
أعزائي المشاهدين، وبنستكمل لقاءاتنا من داخل كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، ومعنا الدكتور طارق كمال قسم المنازلات والرياضات المائية. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. نورنا. في البداية تعرفنا بدكتور طارق السيرة الذاتية والرياضية والعلمية. أنا في الأول كنت لاعب ألعاب قوة قبل ما أدخل الكلية، تمام، وكنت محب للرياضة، والحمد لله كنت بطل في العشاري وعملت قبل كده 3 جمهورية. فجيت في مكان هنا في الكلية وشفت نظام التدريس وتأسسنا عليه صح، والحمد لله ربنا كرمني، تعينت معيد، تعينت في قسم منزلات ورياضات المائية تخصص مصارعة. يمكن طبعا بعد المسيره الرياضيه، ايه اهم الارشادات لحضرتك اللي هي بالنسبه للمقبلين على كليه التربيه الرياضيه، وخاصه اليوم بتشهد الكليه اختبار القدرات بالنسبه للراغبين في الالتحاق بالكليه؟ اهم الارشادات اللي هو الهدوء والتركيز واتباع التعليمات، والساده الاعضاء يعني ملمين بدوت وبيوجهوا الطلبه بيقول له انت تعمل ايه، فموضوع ميسر يعني. بالنسبه لاختبار القدرات اليوم، يعني اهم النواحي التنظيميه والمراحل اللي بيمر بها الطالب او الطالبه لاجتياز اختبار القدرات؟ هو اختبار القدرات بيتم على يومين. اليوم الاول بيبقى الكشف الطبي والطول والوزن والقوام، وبعدين بيبقى اخر حاجه المهاري. اليوم الثاني بيختبر الجري والعدو 100 متر، وفي الاخر بيختبر اختبار الشخص. فالطالب لما يجتاز الاختبار كلها بالتالي بيبقى ان شاء الله ليه فرصه ونصيب ان هو يدخل الكليه. ممكن لو قلنا ايه يعني ايه الهدف من اختبار القدرات؟ يعني اكيد بيهدف لاختبار القدرات، الهدف منه الانتقاء، ان انا لازم الطالب يبقى مناسب للكليه ويقدر يستحمل الاعباء داخل الكليه، ان احنا الكليه بتاعتنا فيها مجهود وفيها شغل عملي، فلازم ان انا اختار حد يبقى صفوه في المكان، وفي نفس الوقت انه بكره لما يجي يتخرج يعمل تأثير في المجتمع، لأن الهدف بتاعنا إن احنا نطلع كادر متربي كويس، متعلم كويس، ملم بكل أنواع الرياضات والتدريب، بحيث إن هو يشتغل بره يبقى ثابت نفسه. احنا شايفين طبعا كلية التربية الرياضية بتقبل يعني الطلبة والطلاب، يعني هل ده بيختلف في الاختبارات وفي اللياقات في معايير أو إعطاء درجات؟ أكيد المعيار بتاع البنت غير معيار الولد، بيبقى فيه مسطرة ودرجة معيارية لكل من الجنسين، تمام، والاختبارات بتبقى مختلفة شوية. يعني مثلا لو في نقول في ألعاب القوة بيبقى الطالب بيبقى الاختبار بتاعه 800 متر، البنت بيبقى اختبار بتاعها 600 متر، وهكذا بيبقى في تفاوت في الاختبارات على حسب درجه الكفاءه بين الجنسين، يعني كل واحد يبقى يقدر يشتغل ايه، ودي اختبارات دي بتبقى مقننه من وزاره التعليم.
دكتور احمد يحيى سنوسي بكليه التربيه جامعه اسوان. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. يا ريت تتعرف الساده المشاهدين بالسيره الذاتيه لحضرتك والمسيره العلميه والرياضيه. انا دكتور احمد يحيى سنوسي، مدرس مساعد بقسم مناهج وطرق التدريس كليه التربيه الرياضيه. انا خريج دفعه 2021، طالع الثاني امتياز مرتبه الشرف، تخصص مناهج وطرق التدريس. تكلمنا عن كليه التربيه الرياضيه والقسم، يعني القسم اقسامها، ويعني بالنسبه للطلاب اليوم بنشهد الكليه اختبار قدرات، الهدف منها ايه؟ والله احنا عندنا في اقسام كتيره في الكليه، يعني الكليه بسم الله ما شاء الله يعني اقسامها كتير، مجالاتها كتير. عندنا قسم مثلا مناهج طرق التدريس بيساعدك ان انت يأهلك مثلا طالب معلم، بعد كده بخرجك تبقى معلم. عندنا قسم الاداره، قسم التدريب، قسم المنازلات، قسم السباحه، في اقسام قسم العاب القوه، مسابقات ميدان ومضمار. فهي ككليه يعني لا مجالاتها كتير، تطلع بره سوق العمل بالنسبه لنا متاح في كل حاجه، بتشتغل مدرب، يشتغل مدرس، يشتغل مدرب في جميع الالعاب، لايف جارد، في السياحه بتنزل تشتغل عادي. فهي في لها مجالات كتير خالص. نواه لتفريخ الابطال الجمهوريه في مختلف الالعاب. نواه بالظبط، يعني فاحنا برضه هنا يعني بيجي لنا مثلا لاعب ومعاه بطولات، فاحنا بالعكس احنا بنساعده ان احنا بنطور، هو بيجي يتعلم هنا فبيعرف اساسيات وبيعرف مبادئ اسس علميه بيمشي عليها، فبالعكس هو بيطور من نفسه، هو بيتعلم مثلا تدريب فليها مبادئ تدريب، ففي مبادئ معينه مثلا هو بيستخدمها على نفسه، طبقها على نفسه، مثلا طرق التقنين هو عايز يقنن مثلا حمل لنفسه، خلاص هو بدل ما كان مثلا بيشتغل بره مع حد مع كابتن معين، هو بيشتغل مع الكابتن وفي حاجه ناقصاه، خلاص هو عنده العلم الكافي اللي هو اتعلمه من الكليه بقى، فهو بالعكس هو بيزود من نفسه. نصيحتك ايه للطلاب المقبلين او الراغبين للالتحاق بكليه التربيه الرياضيه؟ لا والله انا عايز اقول لهم بصراحه، هي ككليه يقول لك لا مش كليات القمه، بس انا شايف ان هي من كليات القمه. ليه من كليات القمه مش بالمجموع؟ لا بالعكس، انا لما اطلع بره انا ممكن ابقى اوصل من يعني اوصل في مكان او في مستوى في غير كتير دخلوا كليات قمه ومحدش عارف يوصل له. لا يعني انا اعرف ناس في دكاتره بسم الله ما شاء الله فتحوا مراكز تاهيل كبيره في المانيا حاليا، هو كان في كليه تربيه رياضيه اسيوط دلوقتي مع مركز تاهيل علاج طبيعي في المانيا. فلا بالعكس ليها مجالات كتير خالص يعني، فانا بقول لهم لا شد حيلكم ككليه ابدا بيها، تاخدوا الاربع سنين ان شاء الله تستفاد، هتاخد تلعب تقريبا تخش جميع الالعاب اللي انت بتسمع عنها. لو ما جربتش حاجه او ما مارستش حاجه انت بالعكس بتيجي هنا بتمارس. لا لو انت مثلا كنت لاعب بره بتيجي هنا بتزود وبتاخد برده معلومات وبتاخد معارف، وهنا برده في دكاتره بسم الله ما شاء الله ابطال زي دكتوره شيرين خيري، في دكاتره كتير هنا قيمه وقامه يعني في الكليه، فاكيد طبعا هيضيفوا لك ان شاء الله.
دكتور طه متولي قسم علوم الصحه بكليه التربيه الرياضيه. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. اهلا وسهلا بك. احنا بالقسم قسم علوم الصحه ايه اساسياته؟ قسم علوم الصحه الرياضيه بنقسم عندنا الى جزء اصابات وفسيولوجي وقوام تربيه قوام وتغذيه بس يعني الاربع مقررات دول فبنقسموا على الاربع سنوات الدراسيه. فكل سنه دراسيه بتاخد جزء يعني معين. مثلا يعني في سنه اولى بنبتدي بالتشريح عشان هو طبعا اساس كل حاجه، التشريح اساس الجسم. سنه ثانيه بناخد اصابات، سنه ثالثه بناخد اصابات، سنه ثالثه بنعلم ايه فيسيولوجي دراسه الجسم الداخليه، وسنه رابعه بنتغذيه والتربيه الصحيه. طبعا احنا الكليه بتشهد طبعا في قبل بدء الدراسه بها اختبار، اجراء اختبار القدرات للطلاب. يعني ايه اهم المراحل اللي بيمر بها الطالب وايه اهم النواحي التنظيميه؟ طبعا اهم حاجه في الاختبار بتاع الطلاب، الطلاب بيجي، احنا مقسمين لجان، لجنه استقبال بنستقبل الطلبه وبناكد على الورق بتاعهم ان هو كامل او لا، فبنمر على الطالب، فالطالب لو ورقه تمام بناخده في سير تنظيمي الى اول اختبار، هو الاختبار الكشف الطبي، بيكشف عليه طبي في الاداره الطبيه من ناحيه مثلا هو بيشتكي من حاجه، صدر، بطنه، عيون، يعني مر باي حادث قبل كده، ثم بننتقل به الى مرحله الطول والوزن، هنشوف الطول بتاعه والقوام متناسق ام غير متناسق، لو متناسق بيكمل بنتقل معنا للاختبار الثالث وهو القوام. طب القوام ده الطالب بيكون يعني قاعد بالشورت بس خالص، فبيبقى بنكشف عليه يعني القوام، بنشوف مثلا القوام بتاعه سليم او لا، عنده مثلا ترهل او عنده اصطقاق في الركبتين او التصاق في الفخذين او فلات فوت من اي درجه، فكل العوامل دي بتخلي الطالب يكملش باقي الاختبارات، عشان اهم حاجه القوام. لو طالما القوام بتاعه متناسق فهو بيقدر يكمل باقي الاختبارات منتظم وبيصير معايا في الكليه بشكل منتظم، اما لو القوام بتاعه مش متناسق ومش متناسق خالص فهو ما هينفعش يكمل معانا في الكليه. ليه؟ عشان في الكليه طبعا اهم حاجه فيها البدني، هو لو البدني بتاعه غير يعني غير متناسق مع الكفاءه بتاعته فطبعا كده مش هيستعمل في الكليه في حاجه، فاحنا بنطلعه يعني في طبعا دكاتره يعني استاذ دكتور واستاذ مساعد ورئيس القسم طبعا بيكشفوا على الطالب وبيشوف عنده عيب قوامي بيطلع ما بيكملش باقي الاختبار، اما ما عندوش عيب قوامي فبنتقل به لاختبار المهاره. في بعض الطلاب طبعا بيمتازوا يعني بالالعاب الخارجيه بره، مثلا في اللي بيلعب سباح، في اللي بيلعب قدم، في اللي بيلعب سله، في اللي بيلعب طايره، بيشوف مثلا اللعبه اللي بيلعبها وبنجي نختبره فيها مثلا خالص بناء على اللعبه مثلا، طب هو كويس خلاص بقى عدى درجه مثلا الامتحان بتاعت المهاري، بننتقل به الى المرحله الثانيه وهي المرحله البدنيه. المرحله البدنيه بنقسم عندنا الى العاب القوى، طبعا بنقسم عندنا الى 100 متر هي سرعه، وبنقسم عندنا التحمل 800 متر، فالطالب لو عدى بيبقى في ال 100 متر بيجيب اقصى زمن في اقل وقت ممكن، تمام؟ طب عدى ال 100 متر بننتقل به الى اختبار التحمل 800 متر، نشوف التحمل جهاز التنفسي قد ايه. طب انتقل مثلا التحمل بننتقل به الى البدني بقى، بنقسم مثلا مرونه، رشاقه، قوه عضليه. طب تمام، هو الطالب بيجي عدى في كل الاختبارات دي، طبعا في حاجه اسمها كشف هيئه بيبقى مكون من خمس اساتذه بيشوف بقى الهيئه بتاعته، بيختبروه مثلا في حرف السين او في حرف الراء، فهو لو النطق بتاعه سليم فبيكمل معانا الاختبارات كده يعني ان شاء الله باذن الله. طبعا يعني نصيحة حضرتك ايه بالنسبه للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليه التربيه الرياضيه، واهم الارشادات اللازم والمعايير اللازم يتبعوها حتى يلتحق بالكليه ويكون متميز فيها؟ والأهم الإرشادات اللي هو يتبعها الطالب، أهم حاجة يكون الطول بتاعه مثلا يعني 164 وجاي جد، فاحنا الطول بتاعنا متحدد بنسبة معينة 165 بالنسبة للبنين، أما بالنسبة للبنات من 155، ف 155 فأقل ما ينفعش يلتحق بالكلية، ف 155 أكثر. إلا بقى في حاجة بقى في استثناء، لو معاه بقى بطولات أو حصل بطولات جمهورية. حسب بطولات الجمهورية فمستثنى ايه الحالات دي. طيب الطلاب مثلا ده بالنسبة للبنات، بالنسبة للبنين فالطول بتاعه 165، أقل من 165 لا يصلح. الوزن بتاعه لا يتعدى الطول، ففي نسبة معينة بنحسبها كده من المجلس الأعلى للجامعات اللي هو مثلا بالنسبة للبنين يزيد 10 أو تقل 10 عن الوزن، بالنسبة للولاد يا 15 يا تقل 15. طب لقينا الوزن بتاعه متناسق خلاص، فهو طبعا يعني هو كل واحد بيبقى اضرب بالحاله البدنيه بتاعته بالطول بالوزن، طب هو شايف نفسه هيبقى مناسب وهيقدر طبعا، عشان اهم حاجه في كليه التربيه الرياضيه هو البدني بتاع الطالب.
بس فاحنا يعني بننصح الطلاب طبعا قبل ما تيجي تتقدم تبقى عامل كشف طبي دوري، تبقى انت متمكن من نفسك، انت لك رغبه في الكليه، يبقى الطول بتاعك مناسب ومعدل 165 بالنسبه للبنين، وبالنسبه للبنات معدل 155 سنتي. اما كده فيعني انصح ليه هو مثلا يشوف كليه ثانيه او مجال ثاني مفتوح عشانك حتى لا يسقط في السنوات الباقيه يعني. قدمنا لكم أعزائنا المشاهدين هذه الحلقة من برنامج في رحاب الجامعة، نشكركم وإلى اللقاء مع أسرة البرنامج.